عقد حاكم إقليم البطحاء برنار باداري عقد اجتماع عمل مع مسؤولي مختلف القطاعات والأحزاب السياسية. مراسلنا من أتيا محمد طه جبريل الحر. جاء المندوبون الإقليميون لمختلف الوزارات ومسؤول مصلحة الضرائب بالبطحة إلى الحاكم الجديد ليقدموا له تعريفات بأقسامهم، إنجازاتهم والصعوبات التي يعانونها. الحاكم جان برنار باداري قدم الوصايا والتوجيهات الجديدة التي يراها كفيلة بتحسين الأداء بغية الوصول إلى أهداف التنمية التي تسعى إليها الحكومة والسلطات العليا. كما التقى الحاكم مع ممثلي الأحزاب السياسية للأغلبية الرئاسية والمعارضة، دار الحديث معهم حول ضرورة التقيد بقوانين العمل السياسي وعدم إثارة النعرات والتجاذبات، لأن المرحلة ليست مرحلة انتخابات وإنما مرحلة عمل وبناء. وأضاف الحاكم جان برنار باداري بأن الإقليم بأمس الحاجة إلى توافق وتكاتف أبنائه بغض النظر عن ألوانهم السياسية. بعدهم التقى الحاكم جان برنار باداري مع مسؤولي المنظمات الدولية العاملة بالإقليم، وهي الصليب الأحمر التشادي والفرنسي، منظمة الأغذية العالمية، منظمة أكتيد والتعاون السويسري. أما خلال لقائه مع مسؤولي الجمعيات المدنية، طلب منهم الحاكم أن يعملوا بكل حرية مع الالتزام بالقانون، لأن المجتمع المدني وفقا له أصبح شريكا أساسيا للحكومة في مساعيها للتنمية الاجتماعية. وختم الحاكم لقاءاته بممثلي رجال الأعمال، حيث طلب منهم التقيد بالقوانين المنظمة للعمل التجاري بالبلاد، وأن يدفعوا بصورة منتظمة ضرائب الدولة دون تهرب أو إعطاء رشوة.